أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المناظرة اليومية. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الليكود الإسرائيلي سيطرح على الكنيست مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبحسب الصحيفة فإن مشروع القانون يستغل الخلافات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تمريره في الكنيست. منذ مجيء النائب الأمريكي مايك بينس إلى إسرائيل وخطابه في الكنيست، والنواب الإسرائيليون مستمرون في طرح مشاريع قديمة جديدة تهدف بنهاية المطاف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يصوت الكنيست في الأيام القريبة على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يوآف كيش عن حزب الليكود ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات كافة في الأراضي الفلسطينية. يذكر أن طرح مشروع كيش يأتي في أعقاب التصويت عليه من قبل اللجنة المركزية التابعة لحزب الليكود قبل شهر على مشروع هذا القانون. بالمقابل تعالت أصوات فلسطينية تشير إلى أن هذا القانون بمثابة ترسيم حدود من جانب أحادي وإنهاء ما تسمى بالدولة الفلسطينية. حقيقة هذا القانون الذي سيسن والذي تم عملية ضمه أن هذه المستعمرات الإسرائيلية التي أنشئت بعد عام 1967 ستصبح هذه المستعمرات شرعية، وبالتالي لن نطلق عليها اسم مستعمرات بل نطلق عليها مدن أو أحياء. وهذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي عملية إنهاء وضرب قاسم لعملية السلام، باعتبار أن ما تم يتم ضمه إلى داخل الدولة العبرية بهذا القانون هو نهاية للدولة الفلسطينية إذا تم إقامتها أو إذا حدث عملية سلام. يذكر أنه في الماضي قدم كيش إلى جانب عضو الكنيست بتسليل سموتريتش ضم مستوطنة معالي أدوميم في إطار مشروع القدس الكبرى. على ما يبدو تتجه إسرائيل نحو سن قوانين صعبة تطبيقها في الماضي، واليوم وبدعم أمريكي تطرح تلك المشاريع على طاولة الكنيست من جديد للتصويت عليها لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. فتقوم إسرائيل بتوسيع نشاطاتها الاستيطانية وشرعنتها قانونيا. وينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الفلسطيني السيد نهاد أبو غوش، مرحبا بك. والمحلل السياسي الإسرائيلي السيد إيدي كوهي، مرحبا بك أنت أيضا. سيد نهاد، أريد أن أبدأ معك. هل بالفعل كما تقول الصحيفة الجانب الإسرائيلي وحزب الليكود يحاولون استغلال الخلافات ما بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية لشرعنة لربما ما يمكن شرعنته؟ ليس هذا فقط، يعني هي إسرائيل كلها تمر بمرحلة جنون القوة، هستيريا القوة. هي تعتقد أن ما تنجزه بالقوة المسلحة وبالقمع وبالبطش وبالدعم الأمريكي والضوء الأخضر من قبل إدارة ترامب توفر لهم الآن رئيس يعني مناسب جدا، هو ونائبه وإدارته مناسبين لتحقيق هذه الأطماع الصهيونية التوراتية المخلوطة بالمسيحيانية الخلاصية تبع الطوائف يعني صهيونية مسيحية بأمريكا، وهم بيعتقدوا أنه هاي فرصة ألاحت، لكن هم ما بيعرفوا بنفس الوقت أنه هم يعني يبذروا بذار الأزمات والحروب القادمة. هم يفرطوا بفرصة سلام لاحت لمدة 25 سنة وبيدمروا هاي الفرصة وبيستثمروا بالكراهية وبالحرب وبالموت وبالقتل. لوين رايحين؟ لوين رايحين مع استمرار حكم شعب آخر غريب عنكم؟ 5 ملايين فلسطيني تحكموهم وتحشروهم في معازل في بانتستانات. هذا نظام تمييز عنصري ولا شيء آخر، ليس له أي اسم آخر. ضم المستوطنات وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بيعني أنه في المساحة الجغرافية اللي اسمها الضفة في قانونين، قانون الفلسطينيين وقانون المستوطنين. هذولا لهم امتيازات وحقوق سياسية ومدنية وطرق وموارد وكل شيء، والفلسطينيين محرومين من كل شيء. إذا شو بدهم يسوي الفلسطينيين؟ هل تتوقع أو يتوقع أحد أنه الفلسطينيين سيقفوا مكتوفي الأيدي ويتفرجوا على مصيرهم هذا؟ أكيد لا. الفلسطينيين شعب مثل أي شعب آخر، من عندهم إحساس بالحرية وبالكرامة ورغبة بأنهم يعيشوا مثلهم مثل باقي شعوب العالم، لن يرضخوا لهذا المصير. هذا القرار إذا نفذ هو خطير جدا، لأنه بيعني قلب الصفحة نهائيا عن مسيرة التسوية، وبدأ صفحة جديدة راح تفرز عناصرها وأدواتها وسياساتها وأشكال المقاومة التي تناسبها. نعم. وأشكال الصراع التي تناسبها. وبالتالي يعني أنا باختصار بديش أطول أعطي الدكتور إيدي يحكي كمان. شوف، الخيارات أمام إسرائيل 3 فقط، ما في أي خيار آخر. إما تبيد الفلسطينيين إبادة مجزرة جماعية تقضي على الفلسطينيين، وهذا مستحيل يعني، أو تهجرهم من هالبلد
ترانسفير أو طرد أو اللي هو، أو تعترف بحقوقهم الوطنية الفلسطينية. الخيار الرابع اللي هو استسلام الفلسطينيين غير وارد. لن يقبل الفلسطينيين بأن يعيشوا دون مستوى البشر ويعيشوا تحت ظلم واحتلال وقمع الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى. سيد كوهن، يعني هل هو التوقيت المناسب بالنسبة لإسرائيل لطرح مشاريع قوانين كهذه، منها ضم مستوطنات الضفة الغربية؟ هذا وقت أكثر من مناسب. يعني نحن سمعنا الضيف بيحكي أنه هدول هذا مخطط مسيحي يهودي يضرب بعرض الحائط الأديان أو مش الأديان، يربط يعني علاقة المناطق أراضي أجدادنا بيربطها بالمسيحية والصهيونية. مش المسيحية، المسيحية الصهيونية هذا تيار من المسيحية. إحنا شعبنا فيه مسيحيين، أنت بتعرفهم يعني قيادات الحركة الوطنية. كان في 8 سنين عهد أوباما، ماذا فعل الفلسطينيون؟ كان عندك أوباما، الآن هو في مزبلة التاريخ، كان منحاز 100% مع الفلسطينيين. هل كان سلام يا سيدي؟ ما صار سلام. شو عملوا 8 سنين؟ ما عملوا شيء. اليوم القضية الفلسطينية لا أحد يتكلم عنها اليوم في المجتمع الدولي وفي الغرب. اليوم على جدول أعمال المجتمع الدولي اليوم بالذات قضية عفرين، الهجوم الشرس التركي الغاشم ضد الأكراد، كانت مجزرة ضد الأيزيديين بعفرين، يبيدون شعب اسمه شعب كردي. هذا هو اليوم بالمجتمع الدولي. ما حدا بيسمع عن فلسطين وعن رام الله، هن بيعملوا بيعطوا لحالهم قيمة أكثر من اللازم. يعني هذا أولا. ثانيا، أعطانا خيارات، شو هالخيارات هدول؟ عندكم حكم ذاتي في رام الله، اعملوا. نحن لا نريد أن نحتل أي شعب. بعدين بيحكي عن كان في وطن بديل. نحن من كذا سنوات حكوا عن وطن بديل، أردن، حكوا عن سيناء. يعني عندهم خيارات ثالثة ورابعة. نحن في إسرائيل ما بدنا نحتل حدا. القضية الفلسطينية أقولها مجددا مش احتضرت، ماتت. واليوم في قضايا أخرى، في شعوب أخرى بدها تتحرر، في إيطاليا تركي عم يقصف مدن، يعني في تغيرات، في تحالف جديد بين الدول الخليج، بين إسرائيل، في تحالف تركي سوداني، يعني في إشي جديدة. هن صار لهم من 47، ولكن المجتمع الدولي أعطاهم، خذوا هاي الدولة 47 تفضلوا. أكثر دولتهم كانت أكثر من مساحتها أكبر من إسرائيل لليهود. قال المفتي كلا، لن أسمح لليهود أن يكونوا لهم دولة، واليوم يدفعون ثمن هذه الغلطة. وهم دائما كلا وكلا و يوعدون ويهددون بالخيارات العسكرية. سمعنا يعني أكثر من مرة، مش لوح قالها صراحة، يلوحون بعسكرة الانتفاضة وبتصعيد أمني، كأنه يعني هذا سوف يخيفنا. كلا، لن يخيفنا. كل هذه التهديدات لن تخيفنا، لا بل تزيدنا عزم أن أورشليم هي عصمتنا وهدول أراضي أجدادنا. نعم، كيف ترد سيدنا؟ يعني أنا لما بحكيش عن خيار، إحنا ما عندنا قوات عسكرية ولا عندنا دبابات ولا عندنا غواصات اللي فيها فساد، هاي الأربع غواصات الألمانية، ولا عندنا طيارات F-35 برضو فيها فساد، ولا عندنا كل القوات العسكرية الإسرائيلية. أنتوا ما عندكم فساد. لكن لا عندنا فساد. إحنا قادرين أن نجعل هذا الاحتلال مكلف وباهظ الثمن. المقاومة الشعبية، المقاطعة الاقتصادية، امبارح فقط الدنمارك، البرلمان الدنماركي وهو دولة صديقة لإسرائيل تاريخيا، الدنمارك أخذت قرار بمقاطعة بضائع المستوطنات. ضم المستوطنات لإسرائيل سينعكس على الموقف الأوروبي من كل البضائع الإسرائيلية. 28 دولة أوروبية ومنها دول أوروبية كبرى، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، كلها صوتت مع دولة فلسطين وضد قرار الرئيس ترامب. كل افريقيا صوتت معنا ما عدا دوله صغيره اسمها توغو. ابصر شو دافعين لهم رشوه لنتنياهو، دفع لهم رشوه لانهم متعودين. هون في اسرائيل صارت كل السياسه هي رشوات. ايضا معظم الدول الكبرى والمهمه بالعالم، الصين، روسيا، اليابان، الهند، البرازيل، امريكا اللاتينيه ايضا معنا ما عدا بضع الدول. مجموع سكانها الخمس دول هاي اللي صوتت مع اسرائيل
أقل من سكان الخليل، ميكرونيزيا وبلاو وناورو ومش عارف مين. فالعالم معنا، إسرائيل ستدفع ثمن هذا الخيار التوتيري التصعيدي الفاشي الأبرتايد، ستدفع ثمنه من سمعتها ومن مكانتها ومن شعورها بالأمن ومن استقرارها. أنتم تدفعوا بالإسرائيليين إلى المهلكة، إلى الشعور بالخوف بالرعب، لأنه أنتم بتفرضوا عليهم المواجهة اليومية والاحتكاك اليومي مع شعب معادي، مع شعب لا يرحب بهم، هم لصوص هذه الأرض، سيسرقوا أرض. وبالتالي الاحتلال سيصبح باهظ الثمن على جميع المستويات. هل تعتقدون أن هذا الاحتلال اللوكسري هذا الفاهره سيستمر إلى الأبد؟ أقول لك لا. أذكرك بالانتفاضة الثانية لما كانت في مواطنة أو شخص إسرائيلي بده يسافر من تل أبيب لمستوطنات، كانوا رفقوا 4 سيارات ويمنعوا الطريق إلا غير 4-3-1، كان حالة طوارئ. نعم. هذه الأيام للأسف هم بيرجعوا الأمور. أنا ما بدأ بهدد إحنا الأضعف، إحنا مسالمين، إحنا بدنا السلام، إحنا ما عندنا قوات عسكرية، إحنا نقاوم بذراعنا وبأمعائنا الخاوية في السجون، بنقاوم بإرادتنا، بنقاوم بأيدينا العزلاء، بالأطفال اللي بيطلعوا يحتجوا على احتلال جندي لساحة بيتهم، عهد التميمي دخل على بيتهم طردته، هيك بنقاوم. هذا راح يخسر إسرائيل، هذا راح يودي خلي إسرائيل دولة منبوذة بالعالم، دولة تخسر سمعتها. أنت كإسرائيلي بكرة بتروح على مطعم ولا على فندق في أوروبا راح ينظروا لك إنك إنسان غريب، شو هذا المجرم، من وين جاي؟ هيك سمعة الإسرائيليين. حكومتكم بتخلي الإسرائيليين يصيروا أشرار، صورة الإسرائيلي صورة شرير. فرصة السلام التي لاحت لكم خلال 25 سنة فقدتوها، بددتوها. إصراركم على ضوء المستوطنات يعني إصراركم على خيار الأبرتايد، دولة تمييز عنصري، هذا اللي بدكم تعملوه، ولذلك العالم كله راح يقف ضد هذا الخيار. كل هذا التحليل اللي بيقوله ضيفك يعني فيلسوفي رومانسي كله غلط، مبني على باطل. ولك الدول العربية، الدول العربية، هو بيحكي لي عن الدنمارك، أنا بحكيك عن مصر. مصر تعترف إنه رام الله عاصمة إسرائيل. السعودية تعترف إنه أبو ديس عاصمة فلسطين. عاصمة لك مصر، السعودية، الدول العربية متحالفين معنا. ولك حاجة كذبوا على العالم. مش صحيح. الدول العربية تركتكم، لا تريدكم، مش أنا. أنا سمعت تسريبات الضابط المصري طبعاً. مش أنا هذا ضابط مصري اسمه الخولي. شوف أنا بعرف القيادة الدول العربية تركتكم، انتوا عم تجيبوا بس الويل للدول العربية. هم متخيل ويك. وقالوا لي الخليجيين سئمنا من القضية الفلسطينية. ولك ما بدنا فلسطينيين، هذول بضعة معتوهين مشوهين. شوف 50 سنة هم يعتقدوا خليني احكي 50 سنة مولوهم، هلا فاتحين جبهة مع إيران. لك السعودية تمول الأونغا، الوكالة الغوص تمول السلك الدبلوماسي الفلسطيني، سفراء وسفارات كل هالشي، وبيروحوا مع طهران. محمود عباس زكي فاتح خطوط مع طهران. ولك كل العالم، الدول العربية لا تريد وتسمع قضية فلسطين، تركتكم وهجرتكم. أمريكا هلي يعني ميزانية الفلسطينيين 50% 60% من أمريكا. أمريكا أم الدنيا، مش مصر أم الدنيا. أمريكا تركتكم وهلا حيقطع عن وكالة الغوص. ولك ما حدا بده يسمع عن القضية الفلسطينية، بتجيب لي شوية بي دي اس مقاطعة من أوروبا، هذول أولاد ما بيفهموا شيء. الله لا يخلف عليه، ترامب ومساعدات وما بدنا إياها هاي المساعدات اللي كيف حتعيشوا ترامب. أنا أنتم بتعيشوا من ترامب. بنعيش. هو بيعتقد انه تمويل الجهاز البيروقراطي للسلطه والجهاز الاداري راح الرواتب، يعني الرواتب، الحقوق الوطنيه، الرواتب، الكرامه لا تباع بالرواتب. شوف علي، السلطه اذا بدكم اياها وظيفتها حمايه امن اسرائيل، بدناش السلطه، بدنا نحلها بكره. حموا حالكم من حماس. لا لا تخافش من حماس، حماس احنا شعب فلسطيني، عندنا تعدديه، عندنا حماس وعندنا شيوعيين وعندنا يساريين وعندنا حزب خضر. المصالحه في الطريق. انما هو اللي حكاه مظبوط، اللي حكاه انه انا بعترف القضيه الفلسطينيه مكانتها تراجعت بالسنوات الاخيره بسبب الحروب الاهليه في سوريا، في ليبيا، في اليمن. مظبوط، يعني في سوريا الناس في حرب عليه. لكن هل إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل أعاد؟ اعتقد ترامب ونتنياهو أنه إجت اللحظة التاريخية المواتي يضربوا عندما العرب يكونوا ضعاف والفلسطينيين ضعاف لأنهم منقسمين. لكن
واضح انه القضيه الفلسطينيه استعادت مكانيتها. وين كيف انت شفت مين عم يحكي عن القضيه الفلسطينيه اللي صارت في كل المدن العربيه، مواقف الاحزاب العربيه، مواقف البرلمانات العربيه، المظاهرات في كل العالم، بالملايين العالم تطلع مظاهرات. وشو عملت وشو عملوا حتى باليمن؟ فلسطين حتى باليمن، حتى باليمن اورشليم لكم المظاهرات شو عملت؟ يعني موضوع فلسطين القدس هو موضوع حساس وموضوع مصيري، موضوع وجودي لدى مليارات البشر من المؤمنين. يعني هذا صحيح ونحن نحافظ على اورشليم ومسيحيين ونحافظ على المسجد الاقصى وحتى اليهود. احنا ما عندنا مشكله يكون في اليهود متعلقين لهم، يعني بنظروا للقدس بقداسه، حتى المسيحيين. لكن القدس مدينه محتله بينطبق عليها قرار 2338 فتوى محكمه لاهاي، القرار الاخير 2334، كل القرارات الدوليه اكثر من 58 قرار تعترف ان القدس مدينه محتله. هل سمعت عن جبل الهيكل؟ من بنى بعد الأقصى أم قبل الأقصى؟ اللي بنى مهندسين في هذه الأيام، شو بعرفني قبل بنى. الأقصى أنا أكيد. أنا ما أنت مقتنع بأفكارك الدينية، أنت حر فيها، أنا شو علاقتي فيها هاي الأفكار الدينية؟ بسمعها وبتسلى لما أسمعها، زي ما بسمع كل أساطير الشعوب وكل الأديان. هذا تراث الشعوب، إشي بغني الشعوب وبغني الثقافات وبغني الرغبة بالعيش المشترك. لكن عندكم بغنى الرغبة بالسيطرة والتحكم والإقصاء ونبذ الآخر. يعني كيف أنت بدك القدس تكون مدينة يهودية وتنكر وجود الآخرين وتنكر حقوق الآخرين وتنكر مكانة القدس لدى الآخرين؟ كل واحد وتحكي للقدس كل مسلم يفوت يصلي عم بيسمحوا له، ما في في حرية. أنا ما بصلي بس أنا متعلق بالقدس ومستعد أموت عشان القدس. أنتم تريدون سياسة، يعني تريدون أن تحتلوا، هذه سياسة مش دين. أنتم تستعملون الدين كوسيلة. ستاتس كو موجود منذ 1500 سنة باستثناء الفترة الصليبية. إسرائيل تغيره، هذا الحكي عبث. أنا اللي بدي أقوله أن القضية الفلسطينية استعادت مكانتها. إحنا في عنا مشكلات داخلية بسبب الانقسام، بس أنا بوعدك يا أيدي كوهن ويا كل الجمهور أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية لكل الشعوب العربية والإسلامية وللعالم، لأنها هي مصدر كل التوترات اللي بتصير بالعالم. القضية الفلسطينية مش بس عنده انكسار مش بس عنده انكسار التوس... العدوان اسمعني بس آخر جملة فضل. إسرائيل مش خطر على الفلسطينيين بس، إسرائيل خطر على العالم. إسرائيل خطر نعم على العالم، خطر على العالم، لأن نهج التوسع والغطرسة وسياسة القوة خطر على العالم. هي بدها تستبيح الشرق الأوسط كله، وبدها كمان تصدر الاستعلاء العنصري والأبرتايد للعالم كله، بدها تكسر القوانين، تتعالم كدولة فوق القانون كل دول العالم. يعني أنت لما تفكر أنه بالقوة بتقدر تحسم مصير القدس، بكرة روسيا تحسم مصير أوروبا الشرقية، والصين تحسم مصير تايوان، وكوريا الشمالية مش عارف شو بتسوي. إذا كل واحد يستخدم القوة لفرض إرادته على خصومه السياسيين، معناته دخلنا إلى شريعة غاب. العالم فقد منجزاته خلال قرن كامل من التعايش السلمي وميثاق الأمم المتحدة وعصبة الأمم بعدين الأمم المتحدة. إسرائيل بتفتح عهد جديد بالعالم اسمه عهد الفوضى والخراب، والقوي يأكل الضعيف. إذا أنت بتقدر عليك فلسطيني، أوروبا والعالم ما بيقبل أن القوي يفرض إرادته. شو عملت المفاوضات؟ لا جدوى بالمفاوضات 20 سنة من أصله. شو المفاوضات؟ تعنت فلسطيني. أنا بدي أقول له شيء لضيفك المحترم. اليوم في انقسام فلسطيني فلسطيني. أنا من الثمانينات بسمع ترتيب البيت الفلسطيني، حتى اليوم بغزة بحماس ما بيحكوا معه، يعني خلافات فينا نقول دموية. لا لا، اليوم أصدقائي عندهم بالسلطة الفلسطينية في حرب وراء الكواليس، مستشارين محمود عباس، حرب بيناتهم. نعم. ليش؟ بدون عم بيحضروا لليوم ما بعد أبو مازن. اليوم هناك وراء محمود عباس حروب داخلية لا تسمعها في الإعلام، كل المستشارين الوزراء والنواب. أنت منين تسمعها؟ عندي أصدقاء في السلطة، في ناس محترمين. عادي، محمود عباس بني آدم، النبي محمد مات، بدوش راح يموت. لا مش عم بحكي هيك، لا كل الناس الله يعطي الصحة، ما بدنا يعني نموت. في مؤسسات عنا، في عنا مؤسسات، في حرب داخلية. ما في حرب، لا في مستشارين يعني عم بيعملوا وراء محمود عباس، عم بدهم ينصبوا، كل واحد بده ينصب حاله خليف. يعني عندهم ما عندهم الجهوزية ليحكموا حالهم، في عندهم مشاكل مع حماس، عندهم مشاكل، يعني ما عندهم جهوزية أو جاهزية لتكون دولة. ما عندهم شو عندهم؟ ما عندهم عملة
ما عندهم شيء. عندنا مؤسسة فلسطينية، عندنا مجلس وطني، مجلس مركزي، عندنا فصائل، عندنا لجنة تنفيذية. فصائل مسلحة. مش استشهد استشهد الرئيس ياسر عرفات وثاني يوم اختاروا بديل له. شو المشكله يعني ما تقلق على هاي المساله. نعم. ما تقلق ابدا. الشعب الفلسطيني بنى مؤسسات سياسيه ناضجه قادر، والانقسام الفلسطيني راح نتجاوزه. احنا الفلسطينيين عندنا تعدديه، عندنا تعدديه سياسيه وعندنا اختلاف الاراء، لكن بجمعنا قواسم مشتركه. هاي القواسم المشتركه اهم شيء فيها رفض الاحتلال، المصالحه رفض الاستقلال. نعم. يعني هناك سؤال وكمحلل سياسي اسرائيلي، هناك من حذر في الأوساط الأمنية الإسرائيلية من الخطوة الأمريكية قطع المساعدات المالية سواء عن السلطة الوطنية الفلسطينية أو حتى عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. هل تعتقد مصلحة إسرائيلية في قطع المعونات عن اللاجئين الفلسطينيين سواء في غزة أو حتى في مناطق الضفة الغربية وحتى قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية في هذا التوقيت بالتحديد؟ خليني سيدي أقول لك، أنت قلت اللاجئين الفلسطينيين. نعم. طب عم يضحكوا على مين هدول؟ أي لاجئين فلسطينيين من 48 لليوم 71 سنة وبعضهم لاجئين؟ اليوم في لاجئين سوريين، في لاجئين أكراد، في لاجئين عراقيين، ولك شو لاجئين فلسطينيين؟ أنت بتسأل كأنه سؤال، هذا السؤال يعني اسمح لي وفيه مغالطة. ما في لاجئين فلسطينيين. اللاجئ الفلسطيني اللي ولد سنة 48 اليوم مات أو ما عمره 70 سنة. إذا لماذا هناك يعني تحديد في لاجئين؟ ما في لاجئين من قطع المعونات. هذه روح اقرأ القانون، روح اقرأ القانون. القانون هل عمل فيه اللاجئ مكاني قانونية، مكاني وضع قانوني. عملوا لهم الأوروبيين والأمريكان عملوا لهم وضع خاص إنه اللاجئ ابنه كمان معلش يصير لاجئ على حساب الأمريكان. لكن اليوم ترامب استيقظ من هذه الغيبوبة وقال لهم بالحرف الواحد ما في فلوس، الأب لاجئ خلاص ما في، هذه مش وراثة. ويعني هو ترامب الآن سوف يضع حد لهذه المسخرة. هذه أموال الأمريكان، هذه أموال الشعوب. نعم. الأمريكية. آه. التي بيأخذوهم بدون يشتروا رز ولحم، لك يروحوا يشتغلوا، ليش بتعودهم على الكسل؟ نعم تفضل سيدي. لسؤالك نحن لا نخاف، كان في تصريح سمعته بس هذا يمثل رأيه. يعني لن أجيب على هيك ترهات. يعني هذا بيحكي عن مئات ألاف من الناس، فيهم مبدعين، فيهم فنانين، فيهم مثقفين، فيهم أكاديميين، في يعني أكثر من حوالي 60-70% من شعبنا لاجئين. صفة اللاجئ هي صفة قانونية، واللي فقد أرضه وممتلكاته ووطنه على أثر نكبة عام 48، وفي لاجئين موجودين أيضا في 48 زوجة إسرائيل، من ناصرة موجودين، بشفا عمر، بالقرى الجليل. نعم. بالمثلث في لاجئين، حوالي 28% من السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل هم لاجئين. اللاجئ صفة قانونية يعني، والحق العودة وحق اللاجئ بالعودة إلى أرضه ودياره لا تسقط لا بالتقادم ولا بموت الأب. إنما اللي بدي اقوله يعني شوف الغريب 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 الغريب، انت تخيل الصهاينه بيعتزوا انه 2000 سنه ما نسوا بلاد اللي وعدهم فيها الله، بجيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل وكل نشيد وكذا. بدك الفلسطيني اللي عايش في فلسطين واللي عايش حوالين فلسطين ينسى وطنه اللي شرد منه واقتلع منه وهجر منه واستشهد وأباؤه واهله مقبورين فيه لليوم؟ كيف هذا الحكي؟ شو هالمنطق هذا؟ فالقضية اللاجئين محور رئيسي من محاور النضال الوطني الفلسطيني، أحد ثلاث ركائز أساسية للحقوق الوطنية. لما نحكي عن دولة تقرير مصير، حق العودة للاجئين. هذا الأمر لا بيحسمه لا ايدي ولا بتحسمه دولة إسرائيل، ولا هذا أمر مسلم به. طبعا خط أحمر، طبعا يمين ويسار، يعني طبعا خط حتى اليسار متعاطف معكم. ما في سلام ولا تسوية بدون حق العودة، بدون ضمان حق العودة. حق عودة اللاجئين يعني مليونين شخص داخل إسرائيل. ليش مليونين؟ هذا جنون يعني، هذا جنون، هذا انتحار. هذا حق العودة للاجئين مكفول بقرارات الأمم المتحدة، وهذا حق فردي وحق جماعي. طب على الأمم المتحدة وشو عن الفلسطينيين تبع لبنان وسوريا والعراق؟ شو حيصير فيهم؟ بيرجعوا لوطنهم اللي شردوا منه. وين وطنهم؟ هيهم يعني بالقرى، يعني 70 سنة بسوريا وطنهم مش سوريا؟ لا لا، وطنهم فلسطين. هذول أخذوا جنسية كمان السورية، وأنا وطني فلسطين. بس اللبنانيين اللي معطوا كل جنسية. لا ما أخذوا جنسية. دقق معلوماتك. اللاجئ ما بيموت حقه بالعودة إذا مات، لأنها صفة قانونية بيأكدها القانون الدولي، بيأكدها يعني ميثاق الأمم المتحدة. لاجئ خالد يعني. لا، اللاجئ اللي شرد من أرضه هو وأبنائه.
وبكسب صفة اللاجئ كمان يعني لأبنائه طبعا. بيعملوا تجارة بالسياسة. يا أخي روح على القانون. هيدي تجارة. قانون مزبوط. يعني مرة جولدا مير. هيدي تجارة. جولدا مير حكت مرة ولا مش عارف بن غوريون أو حدا من قادة إسرائيل إنه الكبار بموتوا والصغار بنسوا. هذا حكي ثبت إنه بعد 70 سنة من النكبة. هاي تجارة بس. الكبار ماتوا لكن الصغار ما بنسوا. الصغار برضعوا تعلقهم بوطنهم فلسطين مع حليب أمهاتهم. بظلوا فلسطينيين إلى الأبد. حتى يرجعوا لوطنهم. نعم. المحلل السياسي الفلسطيني سيد نهاد أبو غوش شكرا جزيلا لك، والمحلل السياسي الإسرائيلي سيد إيدي كوهن شكرا جزيلا لك. شكرا. أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية. نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.